احنا قررنا ان احنا هنجيب معانا حد مختلف عايز يعمل حاجه مختلفه. معانا النهارده طارق عمرو، وطارق عمرو عمل مبادره جميله جدا اسمها حول القناه او غير القناه. احكي لنا بقى انت مين وبتعمل ايه ودخلت الحكايه دي ازاي؟ انا في البلوجينج تقريبا من اربع خمس سنين. مين كنت في الاول بكتب عن حاجات تكنيكال اكتر، حاجات تقنيه. انت المدونات بتاعتك، انت عندك واحده اسمها جرين داتا بالظبط، وواحده اسمها نوت جرين داتا، وواحده ثالثه اسمها كلمتين. ايه بقى كل ده؟ هي كانت في الاول جرين داتا، هي كانت مينلي تكنيكال ستاف زي ما قلنا. بعد كده قررت اعمل واحده نون تكنيكال فبقت نوت جرين داتا. اوكي، النون تكنيكال دي كنت بتكتب فيها ايه؟ مينلي حاجات سوشيال، حاجات اجتماعيه، حاجات مش سياسه قوي. انا بطبيعتي مش بحب السياسه يعني. أوكي. ممكن في دماغي وكلمتين؟ كلمتين هي اقدم شويه من نوت جرين داتا، هي كانت بالعربي يعني. بس بيها شبه جرين داتا ونون جرين داتا بس الناحيه العربي بتاعتها. برضه اللي انا عارفاه ان انت بتكتب في جلوبال فويسز اونلاين، بس انا عايزاك تشرح لنا انت شايف جلوبال فويسز ازاي ودخلت معاهم ازاي وبتكتب عن ايه عندهم؟ جلوبال فويسز هي المفروض هو مؤسسه هدفها ان هم البلوج في جميع انحاء العالم، ومن هنا جت كلمه جلوبال، ان هو بيشوف معظم الناس بيتكلموا فين في انحاء العالم ويحاول يسامبل او ياخد عينات من المدونات دي او من الناس تكتبه، ولو كان بلغه مختلفه عن الانجليزي بيحاول يترجمه. يعني ممكن مثلا واحد بيكتب بالصيني من الصين هياخد الحاجات دي ويترجمها، وبيطلعوا اصوات العالم للناس اللي هي بره او الناس اللي فاهمه. طيب طارق، ايه اللي حصل بقى في موضوع حول القناه وغير القناه؟ احنا نمنا صحينا لقينا طارق بيقول انا هعمل حاجه جديده اسمها حول القناه او غير القناه، وبصوا يا جماعه دي اللوجوز بتاعتي اختاروا. أوكي. ايه بقى الفكره؟ برضو ان هي جت من عن طريق جلوبال فويسز، وانا بحاول اشوف ايه العينات من الناس بتقوله. بس في فتره ما لقيت الناس ما بتتكلمش في حاجه غير الناس بتتحرش بعضها، وناس مش عارف بتسرق، وناس بتعذب بعض، ومفيش اي حاجه بتتكلم في المدونات غير حاجات كلها يعني. فلقيت المدونين المصريين مركزين على السلبيات بالظبط كده. فقلت لا، يعني مش هينفع، انا مش دي الصوره اللي انا عايز اطلعها لمصر يعني، وفعلا مش دي الصوره الحقيقيه لمصر. فقلت الناس على الاقل ولو يوم في الشهر، اللي هو يبقى اليوم اللي اسمه زي رقم شهر يعني، يوم واحد واحد، يوم اثنين اثنين، يوم ثلاثة في مارس مثلا كده، يكتبوا حاجه بس من وجهه نظر مختلفه، لكن هي اتحطت في اليوم واتفرجوا عليها، وبعدين فجاه يغيروا القناة، يشوفوا القناة مختلفة. الحمد لله أنا لقيت ناس كتير تجاوبت مع الفكرة، وناس ابتدت تشارك فيها. ناس مدونين. ناس مدونين وغير مدونين على فكرة. جم منين بقى الغير مدونين دول؟ أوكي، هي الفكرة مش بس الكتابة. الفكرة أنا حتى بحلم بيها إن هي تبقى مش بس نقل صوت مصر عن طريق الكتابة، ما هو الكتابة دي واحدة من وسائل التعبير. بس ممكن ناس تعبر عن بصورة، ممكن تعبر عن اللي هم عجبهم في البلد بأغنية مثلا أو بفيديو. فانت الهدف بتاعك ان كل واحد يبقى عينيه مفتحه ومفنجله عشان تلقط اي حاجه ايجابيه بالظبط ونسلط عليها الضوء. طيب طارق، قول لي بالنسبه للناس بقى اللي ابتدوا يشجعوك والمدونين، سواء كانوا من المدونات بتاعتنا او من بره، ايه بقى ردود الفعل اللي شفتها؟ انا في اول شهر لقيت تقريبا حوالي بتاع 15 واحد تجاوبوا. 15 واحد في شهر؟ 15. تجاوبوا ان هم عملوا ايه؟ ان هم يوم واحد واحد فعلا نشروا حاجات ليها علاقه بالحاجات هم حلوه شايفينها في البلد. وفي ناس اخذت الموضوع حتى على فكره يعني بحذافيره، هم شافوا غير المحطه، هو فعلا غير المحطه. محطه وراح قرر ان هو التلفزيون ما يتفرجش على الاخبار واخبار الكئيبه ويشوف حاجات مختلفه. فيعني هو مش ده اللي انا كنت قصده. مش ده اللي انا كنت قصده، بس يعني هي فكره ظريفه ان هو اخذها بالمعنى ده يعني، مش شيء كويس. طيب انت ازاي بقى هتنقل الفكره دي من النطاق الضيق بتاع البلوج سفير او عالم المدونات وتطلعها بقى للواقع؟ واحده من المراحل طبعا ان هي تنقل لعالم اكبر شويه. ممكن مثلا حاجه زي الفيسبوك الناس بتتابعها اكتر، فانا حتى اوريدي كان في اول شهر كان في ناس على الفيسبوك ابتدت تتجاوب مع الموضوع. في كمان ممكن ان هو انا نفسي يعني يحصل ان في يوم من الايام الناس تاخد ناخد سامبل من الحاجات اللي الناس كتبتها او عينه من اللي هم كتبوها الحاجات الكويسه، ممكن ننشرها في كتاب مثلا كل سنه، نقول ان احنا هنقرر ننشر ايه الحاجات الحلوه اللي الناس شافتها في مصر في السنه دي في كتاب، ويطلع في بقى حاجات مختلفة سواء صور أو كتابة. طارق، أنت اتفرجت معانا على الريبورت اللي احنا عملناه اللي هو تدوينة على الهوا، وشفت منزلنا في الشارع وسألنا الناس أنت بتحب مصر؟ الناس قالت أه بنحبها. طيب بتحبها إزاي؟ وطني. طيب إيه اللي مضايقك فيها؟ قعدوا يعددوا حاجات كتير قوي، الزحمة والفقر والتعليم والبتاع، قعدوا يعددوا حاجات كتير قوي. بعدين لما جيت سألتهم طب أنت كإنسان أو أنت كمواطن ممكن تغير ايه في نفسك
في عاداتك في سلوكياتك علشان تقدر تخلي مصر دي احسن. سكت خالص. طبعا اعمل لها ايه يعني؟ طيب توأم في كل وقت بشكر فيها يعني. يعني مش في نفسي يعني، جوايا انا عشان تبقى مصر كويسه. شخصيتك ومعاملاتك مفيش حاجه دلوقتي، دلوقتي الحياه تتغير لانها اتغيرت خلاص. حول لهم القناه بقى. يعني انا شايف ان ممكن يعني بالتلفزيون او بالميديا اللي حواليه عموما ابتدوا يفهموا ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره ايجابيه. يعني في حتى كان حمله طالعه قريب، انا ممكن تحب تتكلم عليها ممكن في مره ثانيه. واحده كانت بتدعو ان احنا بدل ما نقعد نقرر ان احنا نقاطع المنتجات الاجنبيه، طب ليه ما نشوفهاش من ناحيه ثانيه ان احنا نقرر نشتري منتجات مصريه. ومعانا يمنى على التليفون. الو. الو. ايوه. هاي يمنى. اتفضلي. اتفضلي. يعني الفكرة أنا قلت هو يوم واحد في الشهر الناس تقول إيجابيات و29 يوم يقولوا سلبيات. يعني ماشي أوكي، فاهم، ممكن نقول السلبيات موجودة كتير، بس على الأقل في يوم واحد نخصصه الإيجابيات مش هيبقى مش قليل يعني. طيب تخصيص الوقت للسلبيات عشان نحلها مش موجود على الواقع؟ إحنا إزاي نحل السلبيات قصدك؟ يعني انا ما حاولتش، يعني ممكن اكون تطرقت للموضوع يمكن في مقالات قبل كده او حاجات، بس يعني ما ركزتش قوي ازاي احنا في حياتنا عموما نركز على الايجابيات، يعني ايه اللي يخلينا نقدر نعمل حاجه زي كده. بس انا متخيل انها حاجه من التنشئه اصلا واحنا صغيرين. يعني لو حد اتعود ان اهله يشوفهم طول النهار بيشتكوا من كل حاجه حواليهم هيطلع برضه هو بيشتكي من اي حاجه صغيره. يعني لكن لو هو من طلع من هو صغير شاف ان هو اهله برضه ما بيبقى في حاجه كويسه بيذكروه، يعني لو هو عمل حاجه كويسه وهو صغير وقالوا برافو عليك مثلا، هو هيحس ان هو في برضه حاجات كويسه في الدنيا ممكن الناس تركز عليها وتتبسط منها، مش ان هو بس يبقى كل حياته يركز في ايه الغلط وعشان يعاقب الناس او ان هو يشتكي منهم. رايك ايه يا يمنى؟ ينفع الكلام ده؟ ممكن هنشوف الكلام ده. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا يمنى خالص. طارق انا خدت بالي ان انت في الكلام بتاعك كله بتؤكد على ان الكلام كله ده بيكون من التنشئه وحسب الناس اتعودت على ايه. طب احنا دلوقتي عندنا في 80 مليون كبار وبالغين وعدوا مرحله الطفوله والتنشئه، نعمل فيهم ايه؟ الواحد اصلا ما يكون عايز يغير عاده سيئه عنده عايز في الاول بيبتدي يجبر نفسه انه يعمل. ففي الاول لازم يقتنع ان دي عاده سيئه. بالظبط. طيب انا كنت سالتك سؤال وقلت لك ان احنا وقت التدوينة على الهواء بتاعتنا اما سالنا الناس انت ازاي كمواطن مصري بتخدم بلدك او ازاي بتحول القناه او ازاي بتبقى ايجابي، الناس ما عرفتش تعبر. انا عايزاك دلوقتي تدينا كام حاجه من الحاجات دي من ردود الفعل اللي جات لك على المدونه. يعني مثلا كان في واحده اسمها نرمين ادريس اتكلمت في الباب ان هي شافت المحل ده قرر ان كان في جنينه قدامهم كان شكلها مزيف، فهو قرر ان هو يهندم الجنينه دي ويوظفها على حسابه بس في سبيل ان هي تبقى الواجهه اللي قدام المحل بتاعه كويس. فمثلا ده شخص اتصرف تصرف طبعا هو ما سمعنيش ولا يعني ما يعرفش عن المبادره بتاعتي، بس هو عمل بالظبط اللي احنا بنقوله ان هو عمل حاجه كويسه. دلوقتي انا عايزاك بما ان انت بتقول الناس حولوا القناه واحنا قررنا ان انت عايز تحول المبادره دي من حاجه اونلاين على الانترنت للمدونين المصريين ان هي تخرج للشارع، انت دلوقتي قاعد وفي التلفزيون وباصص لهم، هتقول لهم ايه؟ يعني ممكن اقول لهم ان حتى لو احنا نشرنا الفكره دي ممكن على التلفزيونات نفسها، التلفزيون نفسه في البرامج يركز ولو يوم في الشهر على حاجه كويسه في البلد. طارق نورتنا وانا مبسوطه جدا ان انت جيت معانا، وان شاء الله الناس هتغير معانا القناه وهيعملوا زي ما طارق قال، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي وبرنامج تدوينه.